أول حاجة أشكر زميلتي ديانا على الترجمة من حياة بدرجة. محاولة أقول كلمة باسمنا جميعا. أولا أجمل ما في النهاردة إن اللقاء أغلبه شباب. صامي باجي صوت ما لاديوش، موجو ما لاديوش، صامي باجي. ده شيء مهم جدا لهذا التواصل الإنساني والثقافي مع الأصدقاء الروس. بشكر جدا رئيسة الوفد جالي و سيرجي رائد الفضاء واشكرك طبعا. انا عايز اقول ان كنت من شهرين في روسيا وكان في تجمع من 42 دوله، كان ليا شرف ان امثل مصر في التجمع ده، ولقيت الدول دي كلها متجمعه بمبادره من بلغاريا لانشاء حاجه اسمها الاتحاد الدولي لمحبي روسيا، الروسي نيجنارودني فيجينيا وسافيو. وكان الهدف انه في اعداء غير عادي. سؤال حضرتك ازاي روسيا تبقى لوحدها النهارده؟ اعداء غير عادي ضد روسيا وصل لحد منع الثقافه، منع الفيلم، منع المسرح، منع الكتاب، منع المحاضره عند داستويفسكي. يعني اعداء غير مبرر، اعداء غير ثقافي، عداء انا هسميه اسف جدا همجي. احنا في عز حربنا مع اسرائيل وامريكا بتساند اسرائيل، نعمل افلام امريكيه. النهارده كنت في روسيا كنا بناسس ماريا زخاربا متحدثه باسم وزاره الخارجيه، قلت لها انتوا بتعرضوا افلام امريكيه واغاني امريكيه وافلام غربيه، لكن ما نقدرش نمنع روسيا بحضارتها، ما نقدرش تمنع. لكن النهارده الثقافه الروسيه ممنوعه. عشان كده انا بدعوكم دايما ان احنا فعلا، يعني انا عايز انقل ده لاصدقائنا ودينا تقدرون الكلمه دي، ان احنا فعلا في مصر متعاطفين جدا مع روسيا، الدوله اللي بنت معانا 97 مشروع، اللي بتقف معانا على مدار سنين طويله جدا. نثق ان روسيا فعلا بتدافع عن طموح واحلام مش بس الشعب الروسي، مساحه كبيره من شعوب العالم، متاكد يعني. احنا قلبا وقالبا معاكم ونثق في عدالتكم، ونتمنى يا رب ان هذه الازمه تنتهي. الحلم الكبير اللي احنا كلنا عايزينه هو العداله الانسانيه. انا هحاول بس الدقيقه عشان ما يعرفوا، لان انا ما ترجمتش. Президент Путин отправил поздравления и Лавров был на этой встрече. Я представлял Египта на этой встрече. Я говорю, вот мой друг, который задал вопрос, Россия будет одна, сможет быть одна? Я сказал, здесь не должна быть Россия одна. Здесь не все вместе должны быть с Россией, потому что Россия не только защищает его интересы, но и интересы русского народа. Это, скорее всего, интересы много людей в мире, который на самом деле страдает от несправедливости. Мы верим, что Россия борется за справедливость. Мы в Египте поддержим Россию. И вот эти 42 стран, которые создали Русофилов, я уверен, что будет больше 100 скоро. Мы с вами верим, что вы победите. Спасибо. Спасибо.